مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا فيك. كيفك؟ منيحة؟ قدرتي تنامي منيح مبارح بالليل؟ منيحة ونمت منيح وما فقت للصبح. أنا ما حكيت مع الشركة لأنه جان لا قال لي. لا تاكل هم مشي الحال، صار بدنا ندخل شيفرة لحتى نفوت. فرحتيني، خلينا نقعد. أنا خلصت قبل ما تفوتي بشوي. يسلموا إيديكي، اللمسات الأخيرة كانوا مثل ما بدي اياهم. ممتاز، فرحتني كتير. فوتون، أنت منيحة؟ لساتك متضايقة من الشي اللي صار؟ ما بعرف، حاسة إني تأثرت بالقصة أكتر مما كنت متخيلة. يلا قومي، خلينا نطلع نحتفل بإنجاز أول عمل لإلك. موافقة. يلا. مراد، بتعرف شغلي؟ شكرا لك. شكرا. تعرف شو؟ لما تعرفت عليك فورا وثقت فيك، يعني مع انه ما كنت بتعرفني، بس انت الوحيد يلي آمن اني رح انجح. فوتون، بس جان ما عم يصدق اني موهوبة، كل الوقت بيتمقلس علي وبيتغلظ، كل الوقت مو شايلني من ارضي، ما فكر يقرا لي سطر واحد. تعرف انه رح ينتقل من البيت؟ سمعت. حضرته عم يقول انه عم يقضي وقت حلو معي، بس مو هذا المهم. المهم انه يضل مع رفيف وجنبه. اذا جان رجع لرفيف تعرف شو مصيره؟ شغله كله بينهار، فضيحة ورا فضيحة تانية، ولبين ما يحس بهذا الخطر بيكون راح عمره. أنا بعرفه. رفيف رح تسعده لجان فوتون، ما تزعلي. رح تسعده طبعا، بيعرفوا بعضهم من لما كان عمرهم 9 سنين، وجان من وقتها وعدها ما يخليها تبكي طول ما أنه موجود. لك أي متخلف ومصروع بيضل عم يحاول يوفي بوعد قطعه وهو عمره 9 سنين. انسى. يعني بالوقت اللي فيلمه ما نجح، وبالوقت اللي مسيرته المهنية معرضة كلها للخطر، عم يتصرف بشكل غبي وما نهام وشي بنوب. الحب هيك بيكون فتون، بيجبر الواحد يعمل شغلات ضد مصلحته. معك حق، رح يبرد الأكل، خلينا نبلش. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.